خليني تاني اقول لك الالف مبروك للاهلي، ومعانا على التليفون دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. اهلا 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 يا دكتور، استاذ يوسف صديقي العزيز، ازاي منورنا. يا سلام، حضرتك؟ ده انا اتشرف يا دكتور، انا اتشرف لا طبعا، والله. لا ازاي الله ازاي يخليك يا ازاي، دكتور، ايه ربنا الاخبار؟ يخليك. كله تمام الحمد لله. بص بقى، يعني اولا كلنا فرحانين جدا، اه عندنا والله طاقه ايجابيه جدا كبيره جدا جدا. الحقيقه. الاسبوع اللي فات مصر كلها فرحت الحقيقه، سواء زملكاوي صح اهلاوي كل مصر، لان مصر اللي فازت مجسد في نادي الزمالك. الاسبوع ده كمان الحمد لله الجوله الثانيه مصر كلها فرحانه، النادي الاهلي النهارده الاداء والشكل والموضوع والمضمون، عوده القطبين، وده يعني براند لينا كده كبير جدا لمكانهم الطبيعي. كنا محتاجين ان احنا نفرح بالكوره شويه الحقيقه. ساعات كتير الكوره بتزعلنا، لكن اكبر ناديين رجوعهم تاني للقمه الافريقيه وان شاء الله السوبر معاهم. الجزء الثالث، يمكن انا الاسبوع اللي فات قلت ان شاء الله السبت الجاي على النهارده يفوز الاهلي، و6-6 المنتخب تصفيات كاس العالم. الكوره ان شاء الله دايما كده يعني تكون موجوده بشكل ايجابي، لان هي مزاج عام لينا كلنا وللمصريين. هايل هايل هايل، يعني هل اقدر اقول كده بمل والفم انه مصر اصبحت ملكه افريقيا في كره القدم؟ ملكه افريقيا، عوده القطبين لهذا الموضوع، الكوره بالنسبه للمنتخب ان شاء الله ان شاء الله يحصل هذا. الجيل ده جيل يعني محتاج لبطوله، الجيل ده فيه محترفين يعني على راسهم مستوى محمد صلاح، وايضا الدوري المحلي بتاعنا دوري كبير جدا مش قليل زي ما حضرتك شايف. ان شاء الله ان شاء الله عوده المنتخب يكمل هذا، وكمان المنتخب الاولمبي استعداده ليه طبعا، والحمد لله تحقق ان هو تاهل لباريس، لباريس وان شاء الله يكمل مع ابطالنا اللي تاهلوا لباريس. قدها قدوده يا دكتور، وكمان طبعا الحلو في كل الكلام ده عوده الجماهير للمدرجات لدرجه ان انا مش شايف كرسي فاضي. بص انا يعني النهارده بقول الماتش اللي فات الماتش ده البطل الحقيقي الجماهير، سواء جماهير الزمالك النهارده جماهير الاهلي هي حافظت على هذا المكتسب، كلنا جرينا. وبشكر كل يعني سواء طبعا اكيد وزاره الداخليه على دعمها في دخول الجماهير معانا، الجهات التنظيميه الجهد اللي عملناه، وقلنا ان احنا بنوعي جماهيرنا حافظوا على هذا المكتسب. الحقيقه المباراه اللي فاتت والمباراه دي حاجه تفرح وجود الجماهير، وهو البطل الحقيقي. بهنيكم على التزامكم، بهنيكم على هذا الشكل الكبير جدا اللي ادى روح، لان طبيعه حضرتك تتكلم عن الاقتصاد، اقتصاد الرياضه مهم جدا بنديرها بشكل اقتصادي، ده معناه دخول الجماهير دخل كبير جدا للانديه، بيع حقوق، زياده البراند اللي موجود بشكل كبير جدا، ارتفاع قيمه تسويقيه للاعبين، ارتفاع قيمه تسويقيه للدوري المصري، ارتفاع قيمه تسويقيه للمنتخب. فبالتالي العوائد الاقتصاديه مهمه جدا، لان المصروفات على الكره الاحترافيه كبيره جدا، فبالتالي المنظور الاقتصادي زائد منظور كمان الفرحه الكبيره زائد منظور هي بقول حتى المعادلات الاقتصاديه العالميه، شكل الاستاد بيدي قدر كبير جدا من الاستابيليتي للدول، بيدي قدر كبير جدا على استقرار الدول. فبالتالي نظرتنا الحقيقه السياسيه موضوع كبير، لان احنا بنعمل دراسه على مساهمه كره القدم في الدخل القومي الحقيقه مع معهد التخطيط القومي بشكل كبير جدا، واحنا مستهدفين الحقيقه الرياضه بتعمل في جي دي بي الحقيقه معدل النمو 1.3. فالحقيقه احنا نظرتنا مش بس يعني السناتر اوف سبورت او ان هي رياضه، لا، بنوصلها نظره كبيره جدا شموليه، بتفتحها ارتباطها بالتعليم، ارتباطها بالمنتج والدخل الاقتصادي. طيب والفرحه. انا عايز انسايت على ايه بقى؟ احنا شفنا المدينه الرياضيه بتاعتنا اللي في العاصمه الاداريه الجديده، وشفنا ان احنا في عندنا حاجه عالميه بامتياز، بامتياز حاجه كده تفرح، حاجه تشرف زي ما زي ما بيتقال. هل عندنا في الاجنده قريبا حدث عالمي نقدر نتكلم عنه من خلال المدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه؟
بص يا استاذ يوسف، انا عايز بس استطرد واخرج شويه وبعدين ارجع تاني. قول. احنا فخورين جدا، وانا يعني على كرياضي وكمسؤول، بتهنئه فخامه الرئيس ودعمه ومسندته، سواء يعني تهنئته لفريق الزمالك بحصوله، وده اتعودنا عليه لكل الرياضيين، يعني دعم سيادته ومقابلته للرياضيين، والنهارده تهنئته للنادي الاهلي. احنا يعني بنشكر فخامه الرئيس وبنشكر دوله الوزراء الحقيقه على هذا الدعم لاولادهم وشبابهم، فيعني مش عارف اقول ايه لكن متشكر. الجانب الثاني، احنا بنتعامل الحقيقه احترافيا از مانجمنت يعني كاداره، فلما مصر تبني مدينه اولمبيه عالميه جديده، ده معناه ان لازم نفكر فيها في اسلوب الاداره، ولازم نفكر فيها في اسلوب العوائد اللي موجوده. وبالتالي يمكن فخامة الرئيس وجه فكر معانا ان احنا طيب هل هناك شركات عالميه تدير علشان يكون نسبه التشغيل بالاحداث تكون يعني فيها استدامه وابتكار. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. حلو. في ان في شركه عالميه، هذا المنشا الكبير 5 مليون متر مربع، في استاد واحد يعني من الاستادات العالميه، 92,500 كرسي. احنا استاد القاهره يعني بعد الساعه الامنيه حوالي 62، لما بتقول ساعه الكراسي كلها حوالي 70، انما 92,500 ده يعني حاجه كبيره جدا بالتكنولوجيا الحديثه مع استادات اخرى داخل المدينه العالميه الرياضيه، فبالتالي استخدامها بشكل متعدد، بنقول عليها مالتي بيربز يوزز، يعني نقدر نعمل حفلات طبعا في كل الاتجاهات، نسبه الاشغال تكون سنويه لا تقل عن 70%، زائد اضافه الى تدريب المنتخبات، استضافه الاحداث. اكيد احنا هيكون عندنا اجنده كبيره لكن هنديرها بشكل محترف، وده اللي احنا بنعمله في الوقت الحالي. فانا كده بنقل الرياضه بتاعتي الى مستوى الصناعه والتشغيل الاقتصادي. ده فعلا احنا بننظر اليها، البهجه استخدام امثل وقت فراغ شبابنا واولادنا صحه، المنتج الاقتصادي توفير عمله ان احنا نصنع في مصر ونعمل رياده اعمال. احنا عملنا اول رياده حاضنه اعمال تكنولوجيه في الرياضه الحقيقه، فتحناها مع اكاديميه البحث العلمي وزاره الشباب والرياضه. كمان وسعنا دايره القطاع الخاص في الرياضه، مساهمه القطاع الخاص انا عايز اقول لحضرتك حجم الاستثمارات الانشائيه ده ما دون المدينه العالميه، 30 مليار جنيه خلال الست سنين دي، من ضمنها 11 مليار قطاع خاص دخل في الانشاءات بنظام بي او تي. فبالتالي الويل اويرنس او الوعي لينا ان احنا ازاي المفهوم يكون اقتصاد خدمي او استثمار خدمي يشيل من كاهل الدوله ويطور. هايل جدا يعني يا معالي وزير، انا بشكرك جدا على المداخله، واتمنى ان احنا بقى نتقابل قريب جدا قوي خالص. شكرا ان شاء الله، شرفتني. اشكرك. شكرا جدا ليك يا معالي وزير. كل شكر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل الشكر لمعالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي.